إذا نبداو في الدرس ديال الدالة إلين. نحاولوا الدرس نشرحوه فقرة بفقرة، وكل فقرة نعطيو عليها مجموعة من التمارين. إذا أول فقرة اللي نبداو بها هي كيف نحدد مجموعة تعريف الدالة. إذا من أجل تحديد مجموعة تعريف الدالة إلين أو لوغاريتم نيبيريان، نحاولوا نبدأ بما يلي. عندنا الدالة ln دو x لوغاريتم نيبيريان دو x هي دالة معرفة على المجال من زيرو حتى البليس لانفيني، بمعنى أن العدد اللي كيكون داخل أقواس ديال إلين دو إكس هو دائما عدد أكبر قطعا من زيرو، إذن عدد موجب قطعا. نحاولو ناخدو مجموعة من الأمثلة اللي عن طريق هاد الأمثلة نتعلمو كيفية تحديد مجموعة جميع دالات إلين. إذن نبداو على بركة الله بالمثال. ناخدو المثال ديالنا، حدد دي دو اف يعني مجموعة تعريف الدالة، ولا ناخدو دوال يعني بصفة عامة دوال التالية، يعني ناخدو مجموعة من الدوال ونحدد لهم مجموعة التعريف. إذن نبدأ بأول دالة ناخدوها مثلا، عندنا اف دو اكس كتساوي ln اكس زائد واحد. اذا قصد تحديد مجموعة تعريف ديال الدالة رقم واحد. اذا نحاول ناخد واحد عدد كبير من الدوال، الغاية منهم او الغاية من هاد الامثلة هذه هي بداو انتقلوا تحديد مجموعة التعريف وما يبقى عندنا حتى مشكل في مجموعة التعريف الدالة إلين دو إكس. إذن دي دو إف كتساوي مهما يكون إكس ينتمي إلى إر، يعني إكس عدد حقيقي، بحيث هاد العدد اللي داخل إلين اللي داخل أقواس إلين دو إكس اللي هو x زائد واحد خاصو يكون أكبر قطعا من زيرو، يعني عدد موجب قطعا. يعني x إذا رجعنا لهذا العدد كتكافئ هذه، كتكافئ باللي x زائد واحد أكبر قطعا من زيرو، أي أن x أكبر قطعا من ناقص واحد. إذن دي دو f تساوي من ناقص واحد، والمجال دائما خارج هنا، لماذا؟ لأن عندنا أكبر قطعا من ناقص واحد جيسكا بليس لانفيني. إذن هذه هي مجموعة تعريف ديال الدالة إلين إكس زائد واحد. ناخدو مثال زوج أو دالة أخرى، مثلا مثال رقم زوج، إف دو إكس تساوي إكس إلين إكس ناقص، ونأخذ إكس ناقص مثلا أربعة. إذن في هذه الحالة هذه إلا لاحظنا عندنا x هي عبارة عن دالة حدودية اللي معرفة دائما على r، إذن نكتفي بتحديد في هذه الحالة هذه ملي كتكون عندنا حدودية ودالة ln لوغاريتم نيبيريان، نكتفي بتحديد الدالة لوغاريتم نيبيريان. إذن دي دو f تساوي كذلك نفس السنتاكس ديالي، مهما يكون x ينتمي إلى r، يعني x عدد حقيقي، بحيث خص يكون هاد العدد x ناقص 4
أكبر قطعا كذلك من زيرو. بصفة عامة كنتبع نفس الخطوات، خص دائما العدد هنا يكون عدد موجب قطعا. إذن دي دو اف هادي اش كتكافئ لي؟ تكافئ اكس أكبر من 4. يعني دي دو اف في هاد الحالة هادي تساوي من 4 جيسكا بليس لانفيني، يعني الدالة ديالي معرفة على المجال من 4 حتى البليس لانفيني. إذا ناخدو مثال ثالث، اف دو اكس كتساوي ln 1 زائد 2 اكس عامل مثلا اكس زائد 1. هذا مثال نحدو دي دو اف، مجموعة تعريف. دونك دي دو اف تساوي مهما يكون اكس ينتمي الى اخ، يعني اكس عدد حقيقي بحيث يكون 1 زائد 2 اكس، هاد العدد هذا خاص يكون موجب قطعا. عامل لي اكس زائد 1 اكبر قطعا من 0. اذا 1 زائد 2 اكس عامل لي اكس زائد 1 اكبر قطعا من 0. اذا نحاول ندير جدول الاشارات من اجل معرفه المجال اللي فيه يكون فيه هذا العدد موجب قطعا. جدول الإشارة ديالي هو كالتالي: 1 زائد 2 إكس هذا العدد، ثم متفاوتة ديالي إكس زائد 1، وكذلك الجداء ديال 1 زائد 2 إكس عامل الإكس زائد 1. إذن موال لانفيني بليس لانفيني، العدد واحد أو لا المتفاوتة 1 زائد 2 إكس كتنعدم عندنا في ناقص 1 على 2، و إكس زائد 1 كتنعدم في ناقص 1. إذن ناقص 1 على 2 ناقص 1، ناقص 1 ديال إكس زائد 1، وناقص 1 على 2 ديال 1 زائد 2 إكس. إذن هنا بما أن إكس أكبر قطعا من 0، هنا خصني نعتبرها أو دالة تكون عندي غير معرفة في هاد الحالة هذه. كذلك هنا غير معرفة، لماذا؟ لأنه إلين ما كعرفش حاجة سميتها 0. إذن هنا إشارة اللي قدام إكس موجبة موه، إشارة إكس موجبة موجب سالب. جداء عددين سالبين هو عدد موجب، جداء عددين أحدهما سالب والآخر موجب هو عدد سالب، هنا موجب. إذن دي دو إف هنا عدنا، هذا هو المجال الموجب الأول ثم المجال الموجب الثاني، يعني من موال لانفيني تناقص 1 هتكون عدنا هاد المتفاوتة أكبر قطعا من 0 تحقق. كذلك من ناقص 1 على 2 تال بليس لانفيني، وبالتالي دي دو اف تساوي موال لانفيني جيسكا ناقص 1 على 2 اتحاد، عفوا ناقص 1 اتحاد من ناقص 1 على 2 تال بليس لانفيني. وهكذا غنكون حددت مجموعة التعريف ديالي في هاد الحالة. إذا نمشيو من بعد المثال 3 المثال 4، ونحاولو كما قلنا نخدمو أكبر عدد الأمثلة باش مجموعة التعريف ما يبقى فيها حتى مشكل. ناخدو مثال الرابع، اف دو اكس تساوي مثلا ln اكس كاري موان 4. دي دو اف تساوي
إذن هذه ولات دابا معروفة، ينتمي ل R بحيث خصنا العدد هذا يكون عدد موجب قطعا. إذن لاحظنا 4 اللي هي 2 أس 2، إذا نحاول نكتبها على الشكل هذه، ناقص 2 متطابقة مع عامل إكس زائد 2 أكبر قطعا من 0. وكذلك مادام جداء متفاوتتين، إذا خصنا ضروري جدول الإشارات من أجل تحديد إشارة الجداء، بمعنى خصنا نديرو هنا جدول الإشارات إكس ناقص 2 إكس زائد 2، ويمكننا نقتصر هنا بلا ما نكتبو هذه، نكتبو غير اللي كتساوي اللي هي إكس كاغي موا 4. إذا موال لانفيني بليس لانفيني 2 ناقص 2 ناقص 2 ديال إكس زائد 2 و 2 ديال إكس ناقص 2. كذلك هنا غير معرفة وهنا غير معرفة، إذن إشارة بليس موجب سالب سالب موجب موجب سالب موجب سالب موجب، إذن دي دو إف تساوي المجال الموجب الأول، هيبدأ عندنا من موال لانفيني من موال لانفيني تناقص 2 اتحاد من 2 اللي هو المجال الموجب الثاني تاع البليس لانفيني. استسمح نقصد شوية تاعنا. إذا نشوفو مثال آخر، الخامس مثلا، إف دو إكس كتساوي مثلا إلين دو إكس ناقص 1 بجوج إكس زائد 1 إلين دو إكس. إذن كنحاولو نخدمو بنفس الصيغة، إذن دي دو إف تساوي مهما يكون إكس ينتمي إلى R، بحيث خصنا المتفاوتة كاملة خصها تكون أكبر قطعا من زير موجبة قطعا اللي هي إكس ناقص 1 على 2 إكس زائد 1 أكبر قطعا من زير. إذن هنا هذا راه يخالف زيرو، لماذا هو يخالف زيرو؟ حيت هنا أمر هذا ما يكون كيساوي زيرو، لأن هذا العدد فهو عدد موجب، إذا لا داعي باش كتبوه. إذا إكس ناقص 1 على 2 إكس زائد 1 أكبر قطعا من زيرو، ناخدو جدول الإشارات من أجل دراسة إشارة العدد هذا اللي هو إكس ناقص 1 و 2 إكس زائد 1، ثم إكس ناقص 1 على 2 إكس زائد 1 موال لانفيني بليس لانفيني، إذن 1 وهادي كتنعدم في ناقص 1 على 2 ناقص ناقص 1 على 2، 1 ديال إكس ناقص 1. كذلك إشارة موجبة سالب سالب موجبة موجبة سالب، دونك موجب سالب موجب. إذن دي دو إف من موال لانفيني ناقص 1 على 2 اتحاد من عدد 1 تال بليس لانفيني. وكنظن خدمنا بما يكفي
من الأمثلة من أجل تحديد مجموعة التعريف. إذن بصفة عامة، هذه هي الخطوات اللي يمكنك تتبعها من أجل إتقان أو مجموعة.